السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الحلقه الثانيه من تاريخ الاكلات. الحلقه الاولى كانت عن السوشي، اللي لسه ما شافش الحلقه يروح يشوفها، هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. طيب الحلقه النهارده هتكون مختلفه، مش هتبقى في اليابان، لا هي هتبقى هنا في مصر. هي من الحلويات الشرقيه الجميله جدا اللي كلنا بنحبها وكلنا بنعملها، ومشهوره جدا في البلاد العربيه مش في مصر بس، وهي ام علي. النهارده هنتكلم عن حاجتين. اول حاجه هنقول لكم ايه هي طريقه ام علي، تاني حاجه هنتكلم عن القصه بتاعتها. كانت ما بين زمنين، زمن الايوبيين وزمن المماليك. كانت نهايه الايوبيين بالصالح نجم الدين ايوب، كان متزوج من شجره الدر. المهم ان هو اتوفى هو وابنها، فحكمت مصر 80 يوم. طيب حد هيقول لي هي ليه حكمت مصر 80 يوم بس؟ لان مماليك الشام كانوا رافضين تماما ان يكون واحده ست هي اللي حاكمه. طبعا هم ناس ظالمه جدا، لان اي ست لما بتمسك اي حاجه او تبقى مصممه على حاجه معينه بتنجح فيها بجداره. مش عشان انا ست بس ديت حاجه مثبته علميا، يعني ايه مصادري مش عارفه بس انا اثبتها علميا. المهم شجرة الدر كانت بتمتاز بالجمال والذكاء، فعشان تريحهم قامت متجوزه امير من الامراء وهو عز الدين ايبك، وديت كانت بدايه المماليك. جوزت عز الدين ايبك، وهو كان قبلها كان متجوز من واحده اسمها ام علي. اسمها الحقيقي ايه انا صراحه مش عارفه، ودورت عليه ما لقيتوش، فاللي يعرف اسمها الحقيقي، لان انا عندي فضول فظيع ان انا اعرف، اكتب لي تحت في الكومنت. جوزت عز الدين ايبك واشترطت عليه ان هو يطلقها. المهم هو ما طلقهاش، وبعد فترة من جوازهم فكر ان هو يتجوز واحدة تالتة. لما شجرة الدر عرفت ان هو عايز يتجوز واحدة تالتة عليها، بدأت تفكر في مكيدة ان هي تنتقم منه. قبل ما نعرف هي هتنتقم منه ازاي وايه اللي هيحصل بعد كده، هو تعالوا نروح نعمل ام علي وبعدين نرجع تاني. اتمنى ان تكون الوصفه تكون سهله بالنسبه لكم وان هي تعجبكم. احنا وقفنا ان شجره الدر عرفت ان عز الدين ايبك البي عايز يتجوز عليها. بدات تطبق له مكيده، فقالت له تعالى القصر نصفي كل الخلافات اللي عندنا. بعد ما راح لها اتفقت مع كل الخدم ان هم يضربوه بالاباقيب. فلما دخل الحمام بداوا كل الخدم ينزلوا عليه بالاباقيب لغايه ما مات. وبكده شجره الدر حست ان هي انتقمت لنفسها، وان ازاي واحد زي دوت، ان انا بعد ما نظفتك وخليتك ملك انك تخوني وتروح تتجوز عليا. وامرت ان هو يتدفن. الحرس شكوا ان هي ممكن تكون قتلته، وبداوا ان هم يستجوبوا الخدم، وبالتالي ان هي امرت بقتله. مين اللي عرف الموضوع دوت؟ زوجته الاولى اللي هي ام علي. ام علي ما سكتتش، وبدأت ان هي برضو تدبر لها مكيدة ان هي تقتلها زي ما قتلت جوزها، واتفقت مع الخدم الموجودين في القصر عشان يضربوها بالأباقيب ويموتوها زي ما موتت جوزها بالظبط، بنفس الطريقة اللي موت بيها. بعد ما عرفت ان هي ماتت عملت احتفال كبير جدا، وبدأت ان هي تجيب المكسرات والسكر والخبز واللبن، وبدأت توزعها على اهالي المملكة كلهم باحتفالا ان هي شافت غليلها. اي حد يقوله طبعا يقوله دوت من ام علي، لغايه ما اشتهرت الحاجه حلوه ديت باسم اسمها ام علي. بعد كده هو خلت ابنها علي يكون حاكم مصر. انا كده خلصت القصه. اتمنى تكون القصه عجبتكم، واتمنى تكون الاكله
بسيطة جدا عليكم، واي حد يعملها يا ريت يكتب لي في الكومنتات لانها جميلة جدا وسهلة. اللي عرفناه من القصة ديت ان لك ان كيدهن العظيم. كلمة تانية للرجالة، اظن ان الرسالة وصلت، مش هقول اكتر من كده اهوت. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. باي باي.